عندي بقى فرخايه حلوه محشيه بالبرغل، فرخه كامله، عصير ليمون، شرايح ليمون، برغل منقوع، ملح، فلفل، توم وكرات وكرفس وزعتر، قرفه، ملح، فلفل، بهارات، مكعب مرق، سمنه، زيت، سمنه او زيت، ورق لورو، صوص طماطم، جزر وفلفل حار. طيب كده هنا بنحط بس السمنه كده كده، الشيكينيه بتاعتي اهي. ده البصل. طيب ماشي ظبطه. بحب دايما احط البوكي جرنيه ده لان انا هاكله هستعمله هيديني طعم حلو في الاكل. قوم بقى ايه، شوية ليمون، وزيت زيتون، هما هنا بقى ايه، نروح نازلين كده. الفرخة دي حكاية حكاية، مكعب مرق، ورق لورو، قرفة، بهارات مطحونة، شوية زعتر، والتوماية بتاعتي الحلوة. وادي حتة زبدة اهي كده. الوكرة دي متكلفة. هنا شوية ملح وشوية فلفل، شوية ليمون، الله 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 الله، مصلي على النبي كده. سنة وتر صغيرة مش ياما. وديها كده غزة من تحت عشان السوا بتاعها يطلع مية مية. بنزغطها. تسليم اهالي. قول. وكده. اديناها السكين بتاعها. ليمون وطماطم. ونروح داخلها الفرن براحتها. طيب البطاطس دي مع البصل والجزر ده مش عايز اقول لكم، لو قلت لكم هتزعلوا. ها؟ انت مكسوف؟